once again, look at the time. Blau was a tough opponent, coming forward, great technique, gritting his teeth. It's wanting the KO, wanting to please his fans, and that was a dazed Blau, and he gave. السلام عليكم متابعينا الأوفياء ومرحبا بكم في مقطع جديد وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. معنا اليوم أصدقائي نزال قمة في الروعة مغربية ضد جزائري ومعلومات قد تسمعها لأول مرة عن كلا المقاتلين. محمد توشاسي ضد بلال شريف، وأنتم تشاهدون هذه المقاطع لا بأس أن نعرف بكلا المقاتلين. محمد توشاسي من مواليد سنة 2001، يحمل الجنسية المغربية والجنسية الهولندية. الطول 1.94 متر، الوزن 77 كيلوغرام، أسلوب كيك بوكسينج والملقب بخليفة بدر هاري. في حد علمي أن هذا المقاتل المغربي الصاعد سجله نظيف من الهزائم، بحيث لعب 12 نزال احترافي في الكيك بوكسينج ينتصر فيها جميعها، منها 10 بالضربة القاضية. وأما بالنسبة للمقاتل الجزائري فهو في الحقيقة مقاتل متمكن وبطل في المواي تاي والكيوان، من مواليد سنة 1995، الطول 1.90 متر والوزن 78 كيلوغرام، يحمل الجنسية الفرنسية فقط ولكن أصوله من الجزائر. لديه لقب عالمي للكيوان ومعروف بعلاقته الطيبة مع المغاربة، خصوصا مغاربة العالم. Things right there. Beautiful left hook. Good. Blau trying to compose himself, but big right hook to the body. Him to one knee. The crowd is going crazy. Trashy celebrating. ورغم هذه العلاقة الطيبة التي ذكرت يعني مع مغاربة العالم، إلا أنه على الحلبة لن يبقى هناك لا علاقة أو روابط أو أي شيء سوى. الكل يقاتل الكل من أجل الانتصار. أيها الأعزاء، أنتم تعلمون جميعا أن قناتي رياضية وأنا بعيد كل البعد عن السياسة، لكن بما أنني أرى العديد من التعاليق أننا ننزل هذه المقاطع بغرض الفتنة، فلا داعي لقول كل ذلك، فهذه المقاطع نبين حقيقة. ورغم أن بعض الجزائريين أظهروا عداءهم بأسلوب غير لائق، إلا أننا نبين حقائق وبكل أدب. وكما عرفتموني دائما أخاطب الجمهور الجزائري أو المغربي أو الجمهور حول العالم بكل أدب واحترام، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت أول مرة تشاهد أو تتعرف على هذه القناة فأدعوك للاشتراك وتفعيل ميزة الجرس ليصلك إشعار بكل جديد. والسلام عليكم.